مارتينيز يخلد تصديه بوشم مميز، وكيل بنزيما يكشف حقائق جديدة، أسطورة ليفربول يهنئ محمد صلاح. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني لم يجد طريقة أفضل للاحتفال بتصديه المميز لكرة كولومواني من رسم وشم لكأس العالم في المكان الذي ضربت فيه الكرة. مارتينيز رسم الوشم في ساقه التي ارتدت منها كرة اللاعب الفرنسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني. نبقى مع تبعات كأس العالم، وهذه المرة خرج صديق ووكيل بنزيما كريم جزيري عن صمته كاشفا بأن استبعاد البنز لم يكن بسبب الإصابة، حيث أثبتت الفحوصات الطبية بأن كريم كان بإمكانه اللعب في مباراة ثمن النهائي، بالإضافة إلى أن بنزيما لعب مباراة كرة قدم في مدريد بعد أسبوع من ظهور نتائج إصابته مع فرنسا، لكن قرار إبعاده صدر من ديشون الذي لم يرد مناقشة إمكانية عودته إلى المعسكر. أسطورة سامدوريا في إيطاليا وتشيلسي في إنجلترا لوكا فيالي يتواجد في لندن في صراعه للمرة الثانية مع مرض السرطان. رابطة مشجعي النادي الإيطالي في إنجلترا لم تتركه وحيدا وعلقت لافتة خارج المستشفى كتب عليها فورزا لوكا، وكان فيالي قد رحل عن الطاقم الفني لمنتخب إيطاليا مؤخرا بعد ظهور أعراض المرض لديه مجددا. في خبرنا الأخير، هنأ أسطورة ليفربول السير كيني داغليش نجم الريدز محمد صلاح بعد معادلته لرقمه في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وكان مو صلاح قد أحرز الهدف الأول أمام أستون فيلا. داغليش غرد على تويتر وقال: إنجاز مميز لمو، وكان من الرائع التواجد في المدرجات لمشاهدة الهدف.